انا حاسس ان برضه خمسه برضه هم يا جماعه. انا عايز الناس اللي ورا كده، انا عايز اسمع انتوا الكتاب يعني وقف وراكم هتقولوا ايه؟ الناس عايزه تقول ايه؟ عجلة الانتاج متسامية، عجلة الانتاج واقفة، مين اللي بيلاحظ عدد عجلة الانتاج؟ المستفيدين من النظام السابق اللي عايزين البلد دي يقولوا ان البلد بقت اسوأ بعد مبارك هم اللي واقفين عجلة الانتاج. هم اللي مدخلولنا في كل التفاهات دي. الأول فشل بينا وبين بعض وقال نعم ولا لأ. وبعد كده قايلة نعم زي لأ. بعد كده قالوا لبنية ولا جزية ولا علمانية ولا ايه؟ بعد كده كانوا بيقولوا تشكيل ولا انتخابية؟ قول لي علاقة مصر بأسبانيا أكثر أهمية من علاقة أسبانيا بحسين سالم، وليس من طباع الأسبان دعم الفساد. عشان بس الجمهور المصري يحمل الفضل. احنا دلوقتي احنا النهارده مش هنقول مين راح تصير أولا ومين راح تخرب أولا. احنا النهارده هنقول مين محسنة تستكمل ومين مش عايز